ناحية ديال المال، حنا المال في استعماله في الانتخابات، حنا ماشي ضد انه الانسان داكشي اللي عنده في القانون يطبقه، ولكن ضد شراء الدماء، استعمل اللي بغى. والمال من اي مصدر اتى، من الخارج، من الخمور، من كوكايين، من إيران، من أي دولة نرفضه نهائيا، ما يكونش تدخل فيما يخص الانتخابات، ولكن الانتخابات خصها تمر بالشفافية.